من زمن الشوط الاول من المباراة. محاولة من ناحية اليمين. الرأسية وإيمانة بلم. إيمانة بلم في مساحات وفي عدم تمركز جيد. إيمانة يلعب. لا! ما رضى يفوتها العربي. قال لا! ما رضى يفوتها العربي. هذه معمولة كاميرونية مغربية باللون الأزرق بتوقيع عربي ليوسف العربي على طول. اللي يسجل الهاتريك في مرمى القادسية في بداية الجولة السادسة. كنت قاعد اقول ان في مشاكل في المنطقة الخلفية. شوف ايمانة لم ايمانة عدى ايمانة لعب والعربي على طول برأسية ذهبية. شوف العادة على طول. واحدة من ايمانة عدى ايمانة لعبها يمينة وعلى طول يوسف العربي.